انطلاقا من شعار العدالة الناجزة الذي تتبناه وزارة العدل، واستكمالا لمسيرة التطورات الإلكترونية، أقامت الوزارة ورشة عمل تضمنت عرضا مرئيا من قبل إحدى الشركات السنغافورية حول تجربة سنغافورة في نظام المحاكم الإلكتروني، بهدف ميكنة الإجراءات وتحويلها من نظام ورقي إلى نظام إلكتروني، أيضا بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على جمهور المتقاضين.